اهلا يا اصحابي، معاكم بارع في فوازير رمضان. اتفرجوا على حلقه النهارده على قناه حراء، اكتب حل الفزوره في التعليقات، ومعانا جوائز كتيره. وما تنساش تشترك في القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، تحياتي الحرة اللي من أعماق أعماق قلبي، وسلامي للجميع. ويلا على الفزورة. هي تاني أصغر قارة في العالم من حيث المساحة، هي أكثر القارات ازدحاما بالسكان بعد آسيا وإفريقيا. أكثر العملات المستخدمة شيوعا هي اليورو. على ذكر العملات فكرتوني، انا نسيت اخد مصروفي. طب دي عاملة تعملها بارح، اسف. يلا نكمل الفزورة. يحدها من المحيط المتجمد الشمالي من الشمال، والمحيط الاطلسي من الغرب، والبحر المتوسط من الجنوب، والبحر الاسود، وممرات مائية تصل الى الجنوب الشرقي. اكيد عرفتوا حل الفزورة. يلا اوام ابعتوا الحل قبل غيركم، يا رب يا كريم. مع السلامة.